انا ماما تجاد اللي كيعاني من ضمور العضلات الشوكي، وكيف ما قلت ان المرض اكتشفته على 6 شهور. ملي وصل الابن ديالي 6 شهور كنلاحظ فيه انه ما تيحبوش، ما تيقعدش مزيان، ما تي الا هزيتو وركت على رجليه ما تيوركش مزيان على رجليه. ملي ديتو عند الطبيب قال لك ما نهضروش دابا على مشكله المرض انه يقدر يكون مريض حتى يكمل عام، عاد نهضروا على المشي وعلى الوقوف وداك الشيء. ملي كمل عام ديتو عند الطبيب قال لي راه يمكن يكون مريض، خاصك ضروري ديري ليه التحليل الجينيه، ودرتها ليه واكتشفت ان فعلا راه عنده كيعاني من نفس المرض اللي كان عند خوه اللي اكبر منه، مرض ضمور العضلات الشوكي. ومن ثم انطلقت رحله ديال البحث عن العلاج، واكتشفنا ان قالت لنا الطبيبه اللي الطبيبه ديال الامراض الجينيه قالت لنا راه ولا دابا الحمد لله دابا مؤخرا راه بدا كاين المرض، عفوا كاين العلاج ديال هاد المرض. ولكن ملي بحثنا وقلبنا على العلاج والاثمنه ديالو لقينا ثمن غالي وباهظ ما نقدروش عليه. طرقنا جميع الابواب على اساس اننا نلقاو شي حل لابن ديالنا، ما لقيناش حتى لا المستشفيات ولا بلايص اخرى على اساس اننا راه لقاو لولدنا العلاج، ما لقيناش. عاد جينا عند الاستاذه نهاد باش حتى هي طرحنا عليها المشكل تاع جاد، وهي حاولت ما امكن انها تلقى لنا، تحاول ما امكن توصل الصوت ديالنا والصوت ديال جاد الى الناس باش يعرفوا نوعيه المرض. ولكن هذا المرض كاين بزاف الناس كيعانيوا منه، واننا محتاجين للدواء، يعني ان السلطات والحكومه والدوله خاصها تاخذ بعين الاعتبار ان تدخل هذا الدواء للاطفال ديالنا اللي كيعانيوا من مشكل ضمور العضلات الشوكي. العائله جاد اتصلت بالبرنامج كيقلبوا على فرصه باش نعرفوا بالمرض وباش لقاو الحل للولد. في الاول يعني ملي كيتصل بك شي اب ولا شي ام ديال شي مريض كتسولو شنو المشكل، شنو دارو، شنو اعراض المرض، شنو مشاكل المرض، ما كتسولش على الثمن ديال العلاج او تكلفه العلاج. حتى خدينا بزاف ديال الوقت، وفي الاول بدايه يعني اول مكالمه كنت وصلت من العائله ديال جد كان ديال خالت جد. من بعد سولتها ايوا وشحال كيكلف هذا المرض، اكثر من 2 مليار. ايوا كتمشي وترجعي للور كتزعزعي وشويه عاد تثبتي راسك وتقولها شحال، اكثر من 2 مليار، 2 مليار وتقريبا ونصف باش الولد خصو يتعالج. وفين بالسلامه خصو يتعالج؟ هادي حقنة تعتبر اغلى دواء في العالم، وبلاتي نشوفوا هادشي شنو هو ونقلبوا بعدا ونفهموا ونقراو. ومن تما بديت فعلا تنقلب، وكلنا كبرنامج يعني فريق البرنامج كنقلبوا شنو هو اغلى دواء في العالم وعلاش ما عمرنا ما سمعنا عليه في المغرب وشنو هو هذا المرض وشنو. ومن تما بدات رحله البحث. في الواقع انا كنشتغل في هذا البرنامج الاعلامي الانساني الاجتماعي 15 عام. دخلنا في ملفات صعبه واللي عندها ارقام صعبه وتكاليف مهمه واطفال، دوزنا بزاف 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 ديال الحالات، يعني حتى لزرع القلب، حتى يمكن 7 ديال الناس تقريبا اللي البرنامج صيفطهم يزرعوا القلب في فرنسا، وكل واحد كان تيكلفنا شي 160 مليون شي تيكلفنا 250 مليون، وهذا الشيء كله كانوا المحسنين في المغرب هما اللي كيصيفطوا هاد الناس. باش بمعنى هاد الملفات الضخمه والكبيره والامراض النادره واللي كتكلف 60 مليون و70 و80 كانت صدفوا، ولكن عمرنا ما صادفنا مع 2 مليار ونص. ما عمرنا ما تحطينا في يعني في اللحظه ديال اننا تصدمنا كاين علاج بجوج المليار ونص. اذا هو راه ثوره علميه حقيقيه. هذا الدواء هذا اللي هو زولجينسما اغلى دواء في العالم، يعني الناس تدخل محركات البحث وتكتب وغتعرف شنو هو هذا المرض. لحدود الساعه احنا مازال ما درناش حمله جمع تبرعات لان الرقم صعب، 2 مليار ونص راه بزاف. احنا في كمرحله اولى والبحث ديالنا وصلنا على ان الاسره حاطه الملف ديالها عند جمعيه قطر الخيريه. هذه الجمعيه الملف الفرع ديالها كاين في الرباط. هاد المده القليله انا كنت في تواصل مع جمعيه قطر الخيريه هنا في الرباط باش نشوفوا الملف ديال ولدنا فين وصل. فالملف راه كاين في الدوحه
وعلاش الاختيار ديال جمعيه قطر؟ وهالشي قلتو في بزاف ديال المنابر الاعلاميه قبل منكم، هو ان قطر عندها شراكه، او واحد المستشفى ومستشفيات في قطر عندهم شراكه مع الشركه المنتجه المصنعه لها الدواء. بمعنى المغاربه ولا مصريين ولا بزاف ديال الدول العربيه ما يمكن لهم يديروا هذه الحقنه الا في قطر. يعني بغينا ولا كرهنا خصنا نمشيو لقطر باش نديرو. وحنا الملف موضوع راه الاشاره ديال جمعيه قطر الخيريه 4 شهور و18 يوم دابا هو عندهم، وكنتسناو الرد، كنتسناو هذوك الناس يعاونونا ويرشحوا ولدنا باش يمشي يدير هذه الحقنه اللي هي حقنه العمر، وحقنه غتبقى للتاريخ، لان جاد غادي يكون اول طفل مغربي غياخذ اغلى دواء في العالم اللي هو زولجينسما ان شاء الله بحول الله. خاص تضافر الجهود وخص الدوله دير خدمتها، حيت هاد الدواء بالخصوص، هاد الدواء ماشي موضوع ناس، هاد الدواء ماشي شغل اسره، هاد الدواء ماشي شغل مريض، هاد الدواء شغل وزاره الصحه. لان الشركه نهار سعرات الثمن بجوج فاصله واحد مليون دولار ما كانش متوقع باش غتبيعوا للناس، الاسر، الفقراء، الدراوش في العالم العربي ولا العالم بشكل عام. ولكن كانت تنتظر تفاوض ديال الدول، ديال الحكومات، ديال وزارات الصحه، هي اللي خصها تفاوض في هذا الشيء، ماشي حنا اللي نتفاوضوا، حيت هذه راه جوج المليار ونص، راه ماشي اللعب. مع الاسف هذا الشيء ما كاينش.